السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي. واليوم بإذن الله مع تحضير درس صفحة 23 و24، الفعل المعتل وأنواعه، الأمثلة زائد أفهم وأناقش زائد الاستنتاج زائد إعرابه، للسنة الثانية متوسط، المقطع الأول، الحياة العائلية في مادة اللغة العربية. نبدأ. ألاحظ، وجدت البيت جنة فردوس، بات كل من فيه سعيد، كل من يهوى نجاحا وصلاحا في الدنا، يجعل البيت حماه ويراه موطنا. وعى فضل البيت فاتخذه وطنا صغيرا. أناقش، عرفت سابقا أن الفعل الصحيح هو كل فعل تخلو حروفه الأصلية من أحرف العلة. نعم، الفعل الصحيح هو كل فعل من ليس في حروفه حرف علة، مثال دخل، جلس، حمد، إلى غير ذلك. أحرف العلة، وهي الألف والواو والياء، نستطيع جمعها في كلمة واي أو في كلمة أوى. إذا تأملنا الأفعال المعتلة في الأمثلة، نلاحظ أن الحرف الأول من فعل وجد حرف علة، وأن الثاني بات حرف علة، وكذلك الحرف الأخير من فعل رأى فهو حرف علة أيضا، كما نلاحظ اجتماع حرفي العلة دون أن يفرق بينهما حرف آخر صحيح مثل هوى، ونلاحظ حرفي علة فرق بينهما حرف صحيح مثل وعى. إذا نستنتج أن الفعل المعتل هو كل فعل أحد حروفه الأصلية حرف علة مثل وجد، بات، رأى. ينقسم الفعل المعتل إلى أربعة أنواع: المثال، وهو ما كانت فاؤه أي الحرف الأول حرف علة مثل واسعة، يابسة. ثانياً، الأجبر، وهو ما كانت عينه أي الحرف الثاني حرف علة مثل قال، باع، صام. ثالثاً، الناقص، وهو ما كانت لامه أي الحرف الأخير حرف علة مثل رمى، سعى، دعا. رابعاً، التي، وهو ما كان فيه حرفا علة أي فيه حرفان من حروف العلة، وينقسم إلى نوعين: لفيف مقرون، وهو ما اجتمع فيه حرفا علة دون أن يفرق بينهما حرف آخر صحيح مثل شوى، روى، لوى. واللفيف المفروق، وهو ما كان فيه حرفا علة بينهما حرف صحيح مثل وقى، وعى. هنا ملاحظة، عندما مثلا يكون معنا الفعل يدخل، هنا لا نقول أن في أول الفعل ياء أي أنه فعل معتل، لا، فهنا هذه الياء من حروف أنأيت للمضارع، نرجعه إلى الماضي. فإذا وجدنا أن فيه حرف علة نقول بأنه فعل معتل، أما إذا أرجعناه إلى الماضي ووجدنا أنه ليس فيه حرف معتل فنقول أنه فعل صحيح، مثلا يدخل، هنا لدينا الياء، أما عندما ننزع الياء ونجعله في الماضي يصبح دخل، لا يوجد فيه أحرف من حروف العلة، إذا فهو فعل صحيح. مثلا الفعل يجد، هنا
يوجد الياء، عندما ننزع منه الياء ونرجعه إلى الماضي يصبح وجد، وبهذا نماذج إعراب: بات الولد يرتجف من شدة برد فصل الشتاء. بات فعل ماضي مبني على الفتح. باع التاجر كل ما لديه من بضاعة اليوم. باع فعل ماضي مبني على الفتح. رمى اللاعب كرة قوية نحو المرمى. رمى فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. دعا المسلم ربه راجيا منه العون. دعا فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. لوى أحمد قدمه أثناء سباق الجدي. لوى فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف، مانع من ظهورها التعذر. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.